اخوتي كي دايرين؟ خواتاتي لاباس عليكم؟ صحيحين؟ رابحه رابحه رفيقه من عازم الصراحه، والله الا تنحل العينين غير بزز، لان كيما وعدتكم ديما في الحفل البارح قلت لكم بالله يعني غندير لكم كيفاش الناس اللي عندهم، ولكن من بعد ندوي معاكم بعدا على واحد الموضوع مهم 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 الخوت بزاف. اختك رابحه تتعرض دابا ما عرفتش علاش زعما الصراحه، والله الا ما عرفتش، لان الناس راكم كيما تتشوفوا يعني بديت بحر الحفلات باش نتعاونوك جميع على هذوك السويعات اللي فرضوهم علينا اليويو، وانتم راكم عارفين وانا قلتها لكم، راكم تاتوما القنوات الصغيره والناس اللي تتبغي رابحه واللي تاقت برابحه، ان يعني الحفلات اخوتي راهما اللي تيساعدوكم باش غديروا السويعات وتكملوا. ما عرفت واقيلا شي ناس ما عجبهمش هاد المسائل اللي نقول لكم، ولا ربما ما عجبهمش باش انا نقول لكم الواقع وكيفاش يعني تحصلوا على المشاهده وعلى الناس باش عاد تعرفوهم، وعلى باش نوري لكم ما تبقاوش يعني انسان حابس راسه في واحد النطاق اني الفيديو ديالي مسكين ما شافوش الناس لا علاش وما علاش. انا زعما قلت لكم الصراحه، لان انا بمحض الصدفه حتى واحد ما قالها لي، زعما غير الانسان تيجلس ملي تيدخل واحد الميدان اخوتي راه تيبدا يقلب، ومن حقه باش يقلب. هاد الناس وقيلة بغاو رابحه ما تقلبش ما تشوفش يعني، وانا اصلا اخوتي راه من داك النوع اللي ما تنبغي حتى شي واحد اللي يدير عليا ولا يعني يفرض عليا النظر ديالو، ومع الا كان النظر منطقي رابح اختكم راه هي تتسول، اما الا كان واحد الانسان تتخدم لا لوجيك، حيت لا خدمنا اخوتي لا لوجيك حنا كاملين تبارك الله عندنا العقل وعندنا كيفاش نخدمه مادام دخلنا لهذا الميدان. واي انسان دخل لهذا الميدان اخوتي الا وراه عنده درايه بواحد شويه، ولو ماشي كل شيء وانما راه بشويه بشويه تتنبداو نتعلمو. هاد الناس اخوتي اللي تيديروا لختك ديزلايك تنشكرهم حتى هما، حيت علاش اخوتي تنقول لكم تنشكرهم؟ لان مادام تيديروا ديزلايك للرابحه بحرام رابحه بحرام بدات، رابحه باقا ما دايره حتى شي حاجه بحرام، كملت الشرط الاول يعني راه تتلعب اليوم على الوتر الحساس، واللي تيدير هاد ديزلايك يعني راه عليك اخويا تنهضر ولا عليك اختي تنهضر. تنشكرك وتنشكرك بزاف بزاف، لانك ما عندكش درايه اصلا اشنو هو الديزلايك، لان لا درتي لاختك لا رابحه الديزلايك راك رفعتي ليا من القيمه واحد شويه، وراه انا بيدن تنفرح لان الناس راهم ويعني وصلت لهذاك المراد اللي انا تنتمناه، باش راه فعلا الناس تيدخلوا تيشوفوا تيقابلوني باش يعرفوا رابحه اش تقول، لان راه ديزلايك الا ما كانش في يعني تقولوا نتوما تديروه بالله راه ماشي في المصلحه، لا بالعكس راه ديزلايك راه حتى هو راه حتى هو في المصلحه، لان راه حتى هو تيزيد من قيمه الشخص. هذه ديروها في بالكم، راه الديزلايك راكم غا تتشجعوا هذاك الانسان باش يفافا انت اش خلاوها الطاليان يزيد لقدام ويدير في الاستمراريه رابحه، راه ماشي من داك النوع اللي غديروا ليها الديزلايك وغتقول صافي ونجمعوا ونحيدوا هاد السوق ومالي على هادشي. انا ما عنديش نجيب براسها، اللي بغى يديرها ربي هي اللي كاينه. ومع ذلك انا شكرتكم اخويا وتبارك الله عليكم، وزيدوا ولا بغيتوا تزيدوا ما كاين حتى شي مشكل، رابحه ما خاسره حتى شي حاجه. حاجه الوحده اللي بغيت نقول لهاد الاخوان ديالي اللي تيبغيوني من قلوبهم وعارفين اني تنهضر في المصلحه ديالهم، ان اخوتي قلت لكم الى عمر لكم التليفون بليزابوني وبغيتو تحيدو الاخوان يعني غتهود لتحت فين كاين عندك القناه، وراه كاينين عندك ديسكريتي يعني لي ابوني، غتبركي على هذيك لي ابوني. انا غنجيب لكم التليفون وغنوريها لكم، واللي بغى يطلع واللي بغى يسطح راسو مع الحيط يسطح راسو مع الحيط،
غنوريها لكم، ودابا غنهضر معاكم. انا باقا ما شربتش كاع الكابوتشينو ديالي الزوين اللي تنقول لكم تندير. انا غنجيب لكم دابا التليفون وغنوريها لكم، وباش اخوتي تدخلوا للحفلات وسيروا كثروا من الحفلات وديروا لي ابوني وغطل على الشان ديالكم بهذه الطريقه هذه، لان راه كلشي تريك سير تريك. الا تبعتوا هذا الشيء راكم اخوتي تاتوما غتكملوا الشرط الاول وما عاد وتبداو تاتوما ديروا ان شاء الله في الحفلات وغنمشيو عندكم. وبقات فيا البارح واحد الاخت مسكينه طلبتكم الخوت، والله الا طلبتكم قلت لكم انا غنسد الحفل ديالي ويلاه معايا العاد ياقوتاتي. مسكينه بقات فيا، يعني مسكينه غير بحدها حنايا جوج الناس. هذه راها ماشي مصداقيه يا خوتي، ملي رابحه خوتكم تتقول لكم يلاه معايا ويلا نمشيو نعاونوا واحد الانسان بحر بادي. هذاك الشيء اللي خاصنا نديرو اخوتي، لان راه دايره كيما قلت سميت انا حرب الفقراء، يعني على الحرب بيناتنا حنايا هاد القنوات الصغيره. ما نخليوش واحد العنصر خبيث، واحد العنصر ما مزيانش هو يضغط علينا ويقول لنا ان ما نتعاونوش، ولا ربما ما نديروش يدينا في ايدين بعضياتنا. خاصنا نديرو ايدينا في ايدين بعضياتنا، لان حتى واحد ما غيخلص حتى شي حاجه من جيبه، كلشي بفضل اليويو. والناس ديروها في دماغكم، دخلوا سوق روسكم وديروا الاعمال ديالكم. راه حتى هذا خوتي راهم عمل، وكاين مسكين اللي دايروا على حسب التسليه وباش تضيع الوقت بحال رابحه اختو. هادشي علاش نقول لكم عاد ديروا الدزلاك وديروا اللي بغيتوا ديروا. وكاين مسكين اللي دايرها مصدر المعيشه، يعني باغي مسكين يتعيش بيه. الله يعاونه والله يسهل عليه، وخليو عليكم الناس في التقار اخوتي، التقار التقار التقار. كل واحد يقول لك الحوانت مصادفه والارزاق مختلفه، يعني راه كل واحد ورزقه وكل واحد. يعني ليش غنحسد خويا ولا تحسد خويا؟ قبل ما نطول عليكم الخوت، انا غنوري لكم كيفاش تحيدوا لي زابوني، ومن بعد اخوتي غنقول لكم باي باي ونمشي نشرب الكابوتشينو ديالي. واخا باقا ما صايبتوش غنصايبو، ومره اخرى غنوري لكم، حيت اليوم انا جيت اصلا غير باش نوري لكم، قلتها لكم ورمعد الحر دين عليه كما تقول لكم رابحه اختكم. غنوري لكم كيفاش غتحيدوا خوتي الناس اللي زايدين عندكم وما باغينهم، او ماشي ما باغينهمش، يعني راه حتى نتوما راهم محتاجين ليهم وهما محتاجين ليكم، ولكن غير باش تستمروا باش تاخذوا عباد الناس. ها نتوما خوتي هذا هو، هذا هكا تيكون. غندخل اليوتيوب كما تشوفوا، ما ديوش راه واحد شويه معطله الكونيكسيون، ما عرفتش علاش. والمهم ها نتوما غتمشيو اخويا، تمشيو لعند القناه ديالكم، ها هي شويه وغتبان. المهم اخوتي هي هذه القناه ديالكم. ملي غتمشي للقناه ديالك غتجي لهنايا، فهمتي؟ هنا لتحت الخوت ها هما، كاينه هذه وكاينه هذه. لا ديتها انا كلها، ها نتوما اخوتي كاينه هم ديال باش ترجعي لاشين، وكاينه هذه فين شاعله العافيه الله يجعلها تمشي لهذوك الناس اللي ما تيحبلوش الخير لعباد الله ديالهم. وكاينه انسكريبسيون يعني ابوني، تتمشي تضغطي على هاد ابوني شتيها، وتطلعوا لكم كاع لي زابوني. انا تنكبرها باش تنمشي وتنزوركم وتنديركم تعاليق. والبارح بقيت سهره تمشيت عندكم الخوت كاملين، يعني راكم غتلقاو هذا الشيء، راه رابحه اختكم ما تتكذبش عليكم. وتتلقاي كاع الناس لي ابوني معاكم، هما هادو ها هما. تتمشي تختاري كومون كاع واحد كيما كان، حيت راه واخا الخوت تتحيديه راه ما تيحيدلكش من هذوك لي ابوني اللي عندك، يعني راه معامله باش تزيد افانتي، حيت لا ما جبتيش راه التليفون ما تيبقاش اخويا
يخليك ما اليويو ما تيعطيكش باش غتمشي وتعطي لايك لخوك ولا دير ليه بداكشي بمصداقيه. وبنادم يعني راه بصراحه مسكين تيبقى يعيط وتيقول لك راه ما جيتينيش. ايه راه عنده الصح الا ما جيتيش عنده، حيت انت ما عندكش راك باغي تمشي وانما عندك هذا المشكل هذا. غنختاروا اي واحد من هاد الناس هادو وغديري بحال هوك، غتخرج لك يعني السيد اللي انت مابوني عنده، غتضغط على اول فيديو كيما كان يعني وغتمشي لهنا الابوني. هاي تشوفوها خويا ابوني، شتوها تتبرك على هاد الجرس هذا وتيخرجوا لك ثلاثه الجرسات الاول والثاني والثالث. غتضغط على هذاك اللي فيه الشرطه يعني ديزابوني. لا ما دارش ليا، تسناو ها هو دار اخوتي ولا هكا. غنبرك على السكريتا ديال ابوني والناس اللي في الطاليان على ديزابوني ديال ديسكريتا، على هذيك السكريتا وغنخرج لك بحال هكا ابوني. واش غتبقاي معاه ولا بغيتي تحيديه؟ حتى هي غتمشي على هادي انولا انسكريبسيوني يعني غنحيدو. وراها فينا هي خويا خوتي، ولات حمراء. ملي تتولي حمراء غدير نفس الطريقه مع كل الناس، يعني ماشي كلهم كاع تحيدين في دقه. حيد مثلا دخلتي لواحد الحفل، حيد 10 ولا 20 ولا داكشي الناس اللي عندك، حيدهم وغتدخل ثاني الحفل وغتشدهم نيت. وبهكا تتكون المعامله صادقه وانت هي تاخذ عصافيرك وهذاك السيد حتى هو تتعطيه العصافير ديالو بالضحك باللعب، ما كاين حتى فيها حتى شي حاجه. واللي ما عرف شي حاجه يكتبها ليا في التعليق، واللي بغى تفسير اخر يكتبوا ليا في التعليق. وديروا لختكم لايك ماشي ديزلايك وديروا لختكم لايك ومرحبا والف مرحبا بكم. انا غير غنفطر وغنبقى واحد مثلا شحال، غنجلس نص ساعه وغنفتح لكم الحفله. خويا مرحبا والف مرحبا، وراكم في القلب وفي العقل وما ديوها حتى في شي واحد. باي باي.